إيه، مطرح ما يسري يمري ومطرح ما يأسس يبني. طيبين كتير، طالع نفس الكفتة تبع أمي. يعني أنت اشتقت للكفتة يلي بتعمل أمها؟ أنا ما قلت إني اشتقت، قلت بتشبهها. أنا شبعت، يسلموا إيديكي. في العافية يا روحي أنت. ليه عمو غدير ببيتنا؟ شكلك أنت ما بتعرف، عمك غدير رح يتزوج مليكة، وبس يتزوجوا رح يعيشوا ببيتكن. رح يتزوج مثل أمي؟ حبيبي صاير رجال، لك تقبرني أنت. سنان لا تروح، وقف شوي اسمعني دقيقتين. الله يرضى عليك. انت طبختي مو هيك؟ انت عملتيهم اصلا، انا كنت عرفان. الله يوفقك. حس علي اللي اجي. سنان استنى شوي ابني. سنان وقف شوي ولا كاهين واسمع امك. شو هذا؟ يا بعد من قدامي بلا ما علق معه. معناتها كون رجال ولا تعلق معي. شو هالكهن؟ لك انت بتعرف قديش هاي المره ضحت كرمالكم؟ لما ما كان ابوك موجود ضلت لحتى تربيكم، وحضرتك ما بين فيك الخير ومو حاسس بقيمتها. بعدين راح تتزوجت. لا تقول هيك. ورح تسكنوا ببيتنا كمان. انتوا كلكم خاينين. يا روحي مو هيك سنان، وقف شوي يا روحي.